نتابع في رحلتنا اليوم مع نهر دنيستر العظيم، متمهل الغوص في الطبيعة العذراء في هذا الوادي الصخري الجميل والمعروف بمشاهده الخلابة من على أعلى الضفاف ذات المنحدرات الحادة والمزينة بضباب الصباح الساحر. تزخرف الوادي الشلالات الفضية والصخور الترافرتينية الجاثمة فوق الماء، تضيف المغاور والكهوف غموضا إضافيا إلى هذه الضفاف التي وجد فيها النساك والرهبان العزلة التي بحثوا عنها منذ زمن بعيد، وكأنه لا وجود للناس على مسافة مئات الكيلومترات. بعد السير على الأقدام مسافة 20 دقيقة مع اتجاه تيار النهر نصل إلى محلة الناسك، هكذا أسمى السكان المحليون قطعة الأرض الفردوسية هذه. نلاحظ عند النزول إلى النهر مشهدا غريبا، حيث تعلق نتء عظيم من الصخر في الهواء، تسقط الماء على سطحه وتنساب نقطة صغيرة تشبه الدموع. تبدو مياه الشلال غير غزيرة وعلوه ليس بالكبير، أعلى من 5 أمتار بقليل، ولكن قيمته في شكله غير العادي. يوجد في هذه الأماكن وفي منطقة بوتشن خصوصا عدد من هذه الشلالات وجميعها تسمى دموع العذراوات. نرى وإياكم هذه الشلالات وعليه تشكيلات جديدة، وهي تشكيلات جيولوجية حديثة جدا وتسمى ترافرتين، وهي تتشكل عموما في الأماكن التي تجري فيها المياه فقط، حيث أن المياه التي تجري على الصخور في هذه الشلالات تحتوي على الكالسيوم والأملاح، وتحب الطحالب التكاثر في هذه الوسط كثيرا، فتمتص الأملاح ويتجمع فيها الكالسيوم مع أملاحه فتتصلب لتشكل ترافرتين بهذه الطريقة. تتجمع حبيبات الكربون على مدى ملايين السنين لتشكل هذه المنحوتات الخيالية، فبفضل الرطوبة الدائمة يتغطى سطح الصخور بسجادة مخملية من الطحالب زمردية اللون، يؤدي تشربها للأملاح إلى تحجرها فتشكل سطحا مسامياً غير متجانس. هنا المياه لا تحفر الحجر بل على العكس تنميه مشكلة هذه اللوحات العجيبة. تجري من الترافرتين الفتية التي تشبثت الطحالب عليها جداول صغيرة مشكلة شلالا منمنما. ويقول العلماء أن هذه الأعجوبة الطبيعية تظهر حصريا عند منخفضات الأودية الصخرية حيث توجد الظروف الحرارية المناسبة. وكما هي العادة لا تترك الحكمة الشعبية مثل هذه الأماكن الغامضة دون اهتمام، فتربطها بالسحر أو القوى الغيبية لتظهر على هذا النحو الأساطير. تحكي إحداها أن ساحرة شريرة عاشت في هذه الأماكن وكانت تخطف الفتيات وتحبسهن تحت الأرض، ويقولون أن عدد الفتيات المخطوفات كان كبيراً للغاية وكان حزنهن عظيماً لدرجة أن دموعهن شكلت الشلال. بالقرب منه يوجد كهف غامض للكاهن الناسك، لذا يعتبر المحليون هذه الأماكن مقدسة. رأى أحياناً أهل قرية أوستي في ثلاثينات القرن الماضي هذا العجوز الذي كان يأتي للحصول على الغذاء، ويقولون أن الناسك قضى أغلب وقته في الصلاة في كهفه. نحن الآن في مغارة الناسك في المنطقة التي تسمى فيدلودنيكا، وترتبط بهذه المغارة أسطورة تقول أن كاهنا الناسك عاش فيها بين عامي 1929 و39. كان اسمه الراهب ميخائيلو الذي مشى حافيا على مدار السنة، كان رداؤه بسيطا من النسيج المنزلي. ينبع من مقابل الكهف جدول، ويقولون أن العذراء ظهرت في هذا المكان وهي التي أعطت الينبوع قوة روحية شافية. لمياه الينبوع خصائص علاجية خاصة وهي تساعد ضعيفي البصر بشكل خاص. يوجد على أراضي الحديقة الوطنية في وادي دنيستر الصخري عدد غير قليل من هذه الأماكن الشافية، ليس للجسم وحده بل وللنفس أيضاً، وواحد منها قرية ميناستريو التي تتحدث عن نفسها، فهي مشهورة بتاريخها العجيب وبمناظرها الخلابة المطلة على الوادي. سميت هذه المنطقة السكنية في البداية مجهيريا لوقوعها بين ضفتي سيريتا العاليتين بالقرب من بحيرة كاسبيرسكي، حيث يصب هذا النهر في دنيستر، وتحيط به المنحدرات الشاهقة المغطاة بالغابات الكثيفة. المكان بعيد عن الطرقات وزحمة المدن،
وظهر الدير الصخري هنا منذ العصور الوسطى. صنعت الطبيعة بنفسها هذا الكهف في الصخر، وكان الحط والتعرية سببين لتشكل الفراغات، فصارت المغارة البعيدة عن أعين الناس ومتناولهم مكاناً مناسباً لحياة العزلة. كان الغار في هذا المكان صغيراً، ولأمر ما قرر الرهبان تحويله إلى مسكن، وجرى ذلك على الأرجح بين القرنين 14 و15. ووفقاً للآثار الموجودة على الأحجار، عمل الإنسان على تطوير هذا الغار الطبيعي. وقد شاء الرهبان أن يكون المعبد أوسع كما وظهر المذبح. كسوا المعبد بالأخشاب جزئياً وفرشوا الأرض بها أيضاً، ويمكن أن نلاحظ الممر من اليسار الذي كان من ذو البداية، ولكن الرهبان غيروه بعض الشيء. أدى هذا الممر السري إلى كهف في الصخر القاسي الانحدار على النهر، ولقد كان ملجأً أميناً أثناء هجمات التتار والعثمانيين. بقي هذا الجزء من الدير محفوظاً حتى اليوم، يحمل الكهف اسماً وثنياً، ويمكن الافتراض أنه خصص قبل المسيحية لعبادة الأوثان. ويبدو وكأن المذبح الضخم بطول 6 أمتار تقريباً يحرس مدخل المعبد. عادةً ما يسمون هذا الضريح بحشر دوبوش، ويروي سكان البحليون أن المنتقم الشعبي الشهير رفعه من أعماق وادي نهر سيرت ووضعه أمام الدير مباشرة. ووفقاً للشهادات التاريخية تواجد دوبوش فعلاً في هذه الأماكن، أما فيما يتعلق بالنقل الخارق فهو أسطورة جميلة، إلا أن التأكيدات العلمية اللاحقة لن تكون أقل خيالية، وهي تبين أن تكوين الحجر مختلف عن تكوين الصخور المحلية. ويوجد حتى افتراض أن تركيب الضريح متطابق تماماً مع تركيب صخور جبل سيناء المقدس. هكذا هي ضفاف دنيستر، جنة فعلية للنساك ولمن اشتاق إلى أحضان الطبيعة البرية ومستعد للتأمل بها بامتنان. تلتقط عدسات علماء الطيور ما يقرب 200 نوع منها في أوقات السنة المختلفة على خلفية مناظر تلال بادولسك المرجانية الخلابة، وهي تأتي عابرة، وبعض منها يتوقف لوقت طويل ليعود ويهاجر في أواخر الخريف. أما النوع الثالث فهو مقيم دائم هنا، ويراقب العلماء هذه الطيور عادة من على الارتفاعات على امتداد وادي النهر. من هذه المرتفعات في وادي نهر موشكا التي نسميها العرف، ينفتح من هذه النقطة مشهد واسع، ويمكن منها بكل سهولة مراقبة الطيور التي تطير بمحاذاة أودية الأنهار حصراً، والتي تشكل واحدة من سبل إرشادها الطبيعية، فنتمكن هنا من رؤية الطيور على مستوى الأعين مباشرة. في الخريف تحديداً أثناء موسم الهجرة ملاحظة أكبر عدد من الطيور التي بنت أعشاشها هنا وتتركها الآن متجهة إلى المناطق الدافئة، أما البعض الآخر فعلى العكس يعود من المناطق الشمالية لقضاء الشتاء هنا. يمكن الآن تتبع طيران السمن والقرطف بالإضافة إلى الطيور الجارحة ومالك الحزين والإوز. يمكن خلال يوم واحد مشاهدة نصف الطيور الموجودة في دليل الطيور الأوكراني، وهذا يتيح رؤية أكبر عدد من أنواع الطيور خلال أقصر وقت. من خلال المراقبة الدائمة لحياة الطيور نلاحظ أنها ليست مختلفة بشكل الخارجي فقط، بل وبسلوكها أيضاً. يمكن أن نلاحظ الظواهر الموسمية في حياة الطيور مثل نشر البذور أو الثمار. ينقل الآن مثلاً أبو زريق جوز السنديان ويخبئها في الطحالب، وغالباً ما ينسى مكانها فتبقى هناك. لتبدأ بعد حين أشجار السنديان بالنمو في هذا المكان. عدا علماء الطيور يحاول الهواة أيضاً ألا يفوت هذه اللحظات، لترى في نفس اليوم في مختلف أرجاء العالم أن آلاف الأعين المجهزة بالمناظير توجهت نحو السماء لتحدد من خلال التحليق واللون وشكل الجسد أي نوع من الطيور وقع في مجال رؤيتها. عدا المنظار أو المقراب يمكن أن يكون الدليل الذي يحدد أنواع الطيور وفقاً لعلاماتها المميزة نافعاً أيضاً،
فمن خلال مقارنة صورة الدليل مع الطائر المشاهد يمكن بسهولة تحديد نوع الطيور المحلقة في السماء. هكذا يتعلم محبو الطبيعة مشاهدة ما يحدث في الطبيعة. من يعلم، فقد تصبح هذه الهواية مهنة لأحد منهم، ولكن يجب عليهم حينها أن يتمتعوا بسمع موسيقي أيضاً. يجب على عالم الطيور أن يميز أصواتها، وعندما نحصي الطيور من المهم جداً أن نتعرف عليها من خلال أصواتها، وأن نميز تغريدة موسم التزاوج وإحصاء الطيور من خلال الأصوات المسموعة. يختار كل ذكر منطقة ويحاول جذب الأنثى إليها بأنشودته، ووفقاً لعددها في هذا الموقع نحدد عدد الطيور التي اختارت هذا المكان للتكاثر. يستطيع العلماء بنتيجة ذلك توقع حجم زيادة هذا النوع من الطيور وتوفير جميع الظروف لتكاثرها والحفاظ عليها. جذبت طبيعة هذه الأماكن وخصائص تكوينها الطيور المحلقة في السماء دائماً. يمكنكم مشاهدة هذه اللوحة الحية والتعرف على عالم تلال بادولسك المرجانية بكل تنوعه معنا. فالرحلة إلى هذا العالم العجيب مع أوكرانيا المجهولة مستمرة.